بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: إني أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
إلى سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظمين والأسرة الهاشمية الكريمة، من الوجيه والمختار نعمان حسن محمد صندوقة لواء وادي السير، كلمة حق ووفاء وجراء بالقول وعهد ووفاء لجلالتكم وقيادتكم الحكيمة. إن توجيهات جلالتكم في تعديل قانون الانتخاب وإقرارهم بالشكل الحالي يعبر عن حرصكم على إعطاء المواطنين كافة حقوقهم للحكومة الرشيدة بالعمل بهذا القانون بالنزاهة والدقة في سجل الأحوال المدنية وفي الدوائر الانتخابية في المملكة، هي ثقة غالية نعتز بها دائما، كما عبر جميع المواطنين عن ارتياحهم بهذه الخطوة الجريئة من سيد البلاد أطال الله في عمره. ونحن نعتز ونفتخر دائما بالهاشميين وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه المخلص الوجيه المختار نعمان صندوقة. يلا يا دبكي بدكم اعطي كل عام. يلا بدهم دراجة، ما ودهم شكلات. I'm gonna make it.